مش ليش عم بقول لك؟ ليه عم بقول لك؟ لتربح هذه القضية، لتبقى قضية كل إنسان بيؤمن بالحق الإنساني وبيؤمن بفعلا حق الناس وحق الشعوب بالحياة الكريمة، يجب أن تعود هذه القضية قضية إنسان وحق وشعوب. نعم. وليس قضية فئوية. ما حدا في يتخيل هذه القضية قضية أكيد. فئوية. أصلا هي مش قضية فئوية، هي قضية إنسانية. وين بس مكان بالعالم كيف عم مسألة أن يقبل العالم باقتلاع ناس من أرضهم وكبهم بعيد، مثل ما صار مع الأرمن نفس الشيء. ما في إجي أنا أقول بس المسيحي بيتعاطف مع القضية الأرمنية. أي إنسان عنده ذرة إنسانية بيشوف شو يعني القتل والتشريد والمجازر. على سيرة الأرمن هلأ وشو صار مؤخرا، كان ضيفي أنا أجوب باكرادونيا، وكان يعني أول مرة أنا كنت بسمعه لأجوب يحكي بهذه الطريقة. كان عنده غضب ومعصب على حلفائه، لأنه هيدا عم نحكي عن إذا بدك النزعات الدينية أو على موضوع أرتساخ، إنه بوقتها كمان ما كان في تعاطف أو تضامن من قوى لبنانية. هو سماها مش أنا مسلمة، لأنه هذه القضية هي بين الأتراك والإيرانيين والإلى آخره. هلأ خلينا نقول إنه هاجوب وحلفائه في هذا الموضوع، لما يروح حزب عريق يحوله هاجوب لدكانة لإله، بيشوف كيف بياخد منا بينهش منا مصالح لهذه الدكانة. لما يروح يبيع القضية مقابل اعطونا منصب هون واعطونا شغلة هون، ما في هيك عمل؟ ايه طبعا. وين قوته معهم لو ما دخلوا بموضوع الفساد بهذا الشكل؟ كان اقوى كتير انه يقلن في هذه المسألة، انه يكون عنده عصا غليظة اكتر من انه يطلع يصرخ على التلفزيون. جوزيفين انا ماني شريكة معهم، انا من يوم ما جيت بقيتل هيدي المافيا وبطلع بقول هولي مافيا هن بيقتلوني. بس لما يروح كان عم تقولي تشناك منه شريك نبيه بري وجبران بسيل ومئاتي وكلهم، مين بيسميه ومين بيعطيهم ثقه؟ مين قاعد معهم؟ مين بيجي بيقول لهم ضبلكم زباله بتعطوني ارشاد بالسلطه؟ اوعى تخلطي بين التشناك وبين هاجوب باكرادوني وبين هؤلاء، اوعى تخلطي بين اثنين. لا هيدا خطا، هيدا حزب بيي، هيدا حزب حملوه الارمن مجزر عمره 150 سنه. بس كمان اجابوا غيره يا بولا، هن منتخبين من الارمن. انا عم بقول مش منتخبين، يعني قصدي انه هن بيمثلوا. انا شككت بذلك يا سيدات، بيمثلوا ارمنيا اكثر مني، مش هذا اللي عم بقوله. انا اللي عم بقول لك لما يكون فايت معهم بالفساد وبكل ضرب الدوله اللبنانيه ومؤسساتها بهذا الشكل، ما بيقدر يجي يوم يقول لهم ليش مبمون عليكم بموقف. إيه ما حدا بيعبرهم، ما حدا بيعبر حدا هالقد مرتكب معه، ما بيقولوا له شكر ربك شو عم نعطيك. نعم. يا عم يمكن المجلس الدستوري يعني يمكن مفروض ما يكون كان نائب لو ما هذا النظام بغزة بعضه بيساعد بعضه يعني؟ بيعطي بعض. هذا لا 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 عم ناطرينا من غزة. انا عندي شكوك كثير كبيره انه يكون جاد غصن هو اللي ناجح، بس لانه في هاجوب ودور هاجوب بالدق مع المنظومه، لذلك بمحل ما صار في ضغوط. قصدك صار في ضغوط على المجلس الدستوري لأنه بيطير وأنه عملوا كل هيدي الحركة ليفهموا الناس علينا. لو فعلا تم العد كما يجب وطلع جاد بالحسابات كتار هو اللي ربحان هذا المقعد، كان طار هاجوب بهذا النظام. ايه لأنه كان كمان بده يروح راز الحاج، كان يفهموا الناس علي. ايه ايه كان بيروح راز الحاج وبيطلع الأرمني. انت بتقولي مزبوط، لأن انت بتعرفيهم هولي عايشتيهم بالتفاصيل، عم نحكي بس للناس تعرف شو عم نقول. اوكي اوكي، يعني لو ربح يعني جاد غصن كان طار هاجوب باكرادونيا بالعملية. انت عم بتقولي انه تدخلوا مع المجلس الدستوري كرمال فقط بذلك ما يقبلوا طعن جاد غصن. يا عم تدخلوا مع المجلس الدستوري طيروا لنا طعن له عليه قبل الانتخابات البلدية، وهو المجلس الدستوري أطلع بالسابق. إيه بلا أنا نطلع.